السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة كرافتنج ويل. إن شاء الله النهاردة هقدم لكم طريقة عمل كفر أو غطاء للبيضة شكل ديكوري بالشكل ده، وبأتمنى إن يعجبكم، ولو عجبكم ياريت تشرفوني بالاشتراك في القناة وعمل شير ولايك علشان نفيد بعض. هستخدم لعمل الكفر بتاع النهاردة خيط إليز ريكو وإبرة مقاس 2.5 مليمتر أو أي خيط قطن رفيع زي ما تحب. نبدأ على بركة الله. السطر الأول هبدأ بغرزة البداية زي ما تعودنا، بعد كده هشتغل 8 سلسلة، وهقفلهم بغرزة منزلقة علشان أعمل حلقة أشتغل جواها. بعد كده هشتغل 3 سلسلة بمثابة عمود ارتفاع، واشتغل 2 عمود بلفة في نفس الغرزة اللي انا واقفة فيها. في نفس السلسلة كمان 2 عمود بلفة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهتخطى السلسلة اللي جاية مش هشتغل فيها، وهشتغل في السلسلة اللي بعدها 3 عمود بلفة كمان. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهتخطى الغرزة اللي بعدها، وفي الغرزة اللي بعدها هشتغل 3 عمود بلفة. وهكرر المجموعة دي كمان مرة، بمعنى هشتغل 3 سلسلة كمان وهتخطى الغرزة اللي بعدها، وفي الغرزة اللي بعدها هشتغل 3 عمود بلفة، وهقفل بغرزة منزلقة. كده أكون خلصت السطر الأول، وهرجع لكم تاني إن شاء الله. نبدأ السطر الثاني. هبتدي اشتغل في اول غرزتين يقابلوني، هشتغل فيهم غرزة منزلقة. دي اول غرزة ودي تاني غرزة، اشتغل غرزة منزلقة. وبعد كده عشان اوصل للفراغ ده هرتفع ب3 سلسلة بمثابة عمود ارتفاع، وهاخد في نفس الغرزة 2 عمود بلفة. هتخطى السلسلة اللي بعدها واشتغل 3 سلسلة، وبعد ما تخطيت السلسلة اللي بعدها هشتغل في اللي بعدها 3 عمود بلفة زي ما عملت في السطر الأول. 3 عمود بلفة في نفس المكان. وبعد كده بالشكل ده، بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهتخطى ال3 عمود بلفة اللي جايين دول، مش هشتغل فوقهم. وبعد كده اشتغل في اول سلسلة من ال3 سلاسل، هشتغل فيهم 3 عمود بلفة في نفس السلسلة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهتخطى السلسلة اللي بعدها، وفي اللي بعدها هشتغل 3 عمود بلفة في نفس السلسلة. انا بعمل تكرار للسطر اللي فات. بالشكل
بالشكل ده، هكرر بنفس المنوال ده لحد اخر السطر وهقفل بغرزة منزلقة. كده انا خلصت، هقفل بغرزة منزلقة علشان اقفل السطر التاني. بعد كده هبدأ السطر الثالث، هبتدي اشتغل في اول غرزتين يقابلوني، هشتغل فيهم غرزة منزلقة. وبعد كده هرتفع بثلاثة سلسلة واشتغل في نفس الغرزة، هشتغل 2 عمود بلفة. وهتخطى الغرزة اللي بعدها واشتغل 3 سلسلة، وبعد كده اشتغل 3 عمود بلفة في الغرزة اللي بعد اللي بعدها بالشكل ده. بالطريقة دي بعد كده هشتغل 4 سلسلة مش 3 زي السطر اللي فات. هبتدي ازود، هشتغل 4 سلسلة وهتخطى ال3 عمود بلفة دول، مش هشتغل فيهم، وهتخطى ال3 سلسلة وال3 عمود بلفة التانيين دول برضو هتخطاهم، وهشتغل في السلسلة دي في الغرزة دي، هشتغل 3 عمود بلفة في نفس الغرزة او في نفس السلسلة. بعد كده هتخطى الغرزة اللي بعدها وهشتغل 5 سلسلة، واشتغل بعد ما اتخطيت الغرزة دي هشتغل في اللي بعدها، في السلسلة اللي بعدها هشتغل 3 عمود بلفة. بتمنى الشرح يكون واضح، ولو في اي سؤال او حاجة وقفت قدامكم اسألوا على القناة وانا بجاوب في اسرع وقت، المهم تستفيدوا. بعد كده هشتغل 4 سلسلة وهتخطى 3 عمود بلفة وال3 سلسلة و3 عمود بلفة اللي بعدهم هتخطاهم خالص، وهشتغل في السلسلة اللي بعدها 3 عمود بلفة في نفس السلسلة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهرجع اشتغل 3 عمود بلفة. بعد ما اتخطى السلسلة اللي بعدها هشتغل 3 عمود بلفة زي ما بنعمل في كل سطر بالشكل ده. بعد كده هرجع اكمل، هشتغل 4 سلسلة وهتخطى ال3 عمود بلفة وال3 سلسلة وال3 عمود بلفة اللي بعدهم، وهكمل زي ما عملت النص ده هكمل النص التاني بنفس الطريقة، يعني هتخطى دول وبعد كده هشتغل هنا 3 عمود بلفة في الغرزة دي في نفس المكان. بعد كده هشتغل 5 سلسلة وهتخطى السلسلة اللي بعدها، وفي اللي بعدها هشتغل 3 عمود بلفة. بالطريقة دي بعد كده هشتغل 4 سلسلة وهتخطى ال3 عمود بلفة زي ما بنعمل، وخلاص كده انا كده خلصت وهقفل بغرزة منزلقة. سوري، كده انا خلصت وهقفل بغرزة منزلقة. خد الشكل الكيرف ده القطعة اللي معايا. هبدأ السطر الرابع، هشتغل اول غرزتين هاخد فيهم في كل غرزة غرزة منزلقة،
بعد كده هرتفع بثلاثة سلسلة واشتغل اتنين عمود بلفة في نفس الغرزة. بعد كده هتخطى الغرزة اللي بعدها وهشتغل ثلاثة سلسلة واشتغل في اللي بعدها ثلاثة عمود بلفة. وبعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهتخطى الثلاثة عمود بلفة اللي جايين دول والأربعة سلسلة والثلاثة عمود بلفة اللي بعدهم هتخطاهم، مش هشتغل فوقهم. وبعد كده هشتغل في الفراغ ده اللي واضح قدامكم ده، هشتغل جواه 10 عمود بلفة في نفس الفراغ. الفراغ ده هخلص ال10 عمود بلفة وارجع لكم تاني ان شاء الله. بعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهتخطى الثلاثة عمود بلفة اللي بعدهم والأربعة سلسلة والثلاثة عمود بلفة اللي بعدهم دول هتخطاهم، وهشتغل في أول سلسلة تقابلني بعد ما اتخطيت المجموعة دي هشتغل فيها ثلاثة عمود بلفة زي ما واضح دلوقتي في نفس المكان. وبعد كده اشتغل ثلاثة سلسلة واتخطى الغرزة اللي بعدها وهشتغل في اللي بعدها ثلاثة عمود بلف في نفس المكان، وهكرر على نفس المنوال ده في الناحية المقابلة. انا كده عملت نص القطعة اللي معايا، النص التاني هكرره بنفس المنوال، نص البيضة التاني، نص الكفر بتاع البيضة التاني هشتغله بنفس الطريقة اللي اشتغلتها النص ده، مجرد تكرار برضو ده هكرره الناحية التانية. يا رب الشرح يكون واضح، هكرره وهرجع لكم تاني ان شاء الله. كده انا خلصت النص التاني بنفس الطريقة. هبدأ السطر الخامس، هشتغل في اول غرزتين، في كل غرزة هشتغل غرزة منزلقة. بعد كده هشتغل ثلاثة سلسلة واثنين عمود بلفة في نفس المكان في نفس الغرزة. بعد كده هشتغل ثلاثة سلسلة تخطى الغرزة اللي بعدها، وفي الغرزة اللي بعدها هشتغل ثلاثة عمود بلفة في نفس المكان. بعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهتخطى الخمسة سلسلة والثلاثة عمود بلفة دول هتخطاهم، وهشتغل فوق أول عمود، هشتغل عمود بلفة فوق أول عمود من ال10 دول، وبعد كده سلسلة، وبعد كده عمود بلفة وسلسلة، وهكرر فوق ال10 أعمدة، فوق العمود عمود، وبين العمود والعمود هشتغل سلسلة. هخلص لغاية الآخر وهرجع لكم تاني إن شاء الله. بعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهتخطى الخمسة سلسلة اللي جايين وهتخطى الثلاثة عمود بلفة، وهشتغل في أول سلسلة من الثلاثة دول هشتغل فيها ثلاثة عمود بلفة في نفس المكان زي ما تعودنا. وبعد كده هشتغل هتخطى السلسلة اللي بعدها وهشتغل ثلاثة سلسلة، وبعد كده ثلاثة عمود بلفة في السلسلة اللي بعد اللي جاية دي هشتغل فيها ثلاثة عمود بلفة في نفس المكان زي ما بنعمل على طول السطور اللي فاتت. بالشكل ده انا كده خلصت نص الكفر بتاع البيضة، والنص التاني هكرره بنفس الطريقة. كده انا خلصت السطر كله الجزئين،
هبدأ السطر السادس، هشتغل في أول غرزتين، في كل غرزة هشتغل فيها غرزة منزلقة. وبعد كده هشتغل 3 سلسلة و2 عمود بلفة في نفس المكان. بعد كده هتخطى الغرزة اللي بعدها واشتغل 3 سلسلة، وبعد كده اشتغل 3 عمود بلفة في الغرزة اللي بعد اللي جاية دي بالشكل ده. هشتغل 3 عمود بلفة في نفس المكان، وبعد كده هشتغل 6 سلسلة وهتخطى ال3 عمود بلفة اللي جايين، وهتخطى ال5 سلسلة، وأول عمود بلفة هتخطاه، وفي الفراغ اللي هو مكون من 1 سلسلة اللي بين ال2 عمود هشتغل جواه غرزة منزلقة جوه الفراغ ده. بعد كده هشتغل 5 سلسلة واشتغل غرزة منزلقة جوه تاني فراغ اللي هي بين ال2 عمود. هكرر بنفس الطريقة 5 سلسلة وغرزة منزلقة بين ال2 عمود لحد ما اخلص الأعمدة دي. هكررهم 8 مرات، 8 مجموعات. كده انا خلصتهم. بعد كده هشتغل 6 سلسلة وهتخطى ال5 سلسلة دول، وهتخطى ال3 عمود بلفة دول، وفي اول سلسلة هشتغل 3 عمود بلفة في نفس السلسلة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهتخطى السلسلة اللي بعدها، وفي اللي بعدها هشتغل 3 عمود بلفة في نفس السلسلة. بالشكل ده. وهكمل النص التاني بنفس الطريقة اللي عملت بيها النص الاولاني. انا كده خلصت السطر كله النصفين. كده خلاص السطر السادس، هبدأ السطر السابع. هشتغل في اول غرزتين، في كل غرزة اشتغل غرزة منزلقة زي ما اتعودنا. بعد كده هرتفع ب3 سلسلة واشتغل 2 عمود بلفة في نفس المكان. بعد كده هشتغل 3 سلسلة تخطى الغرزة اللي بعدها، وفي الغرزة اللي بعدها هشتغل 3 عمود بلفة في نفس الغرزة او في نفس السلسلة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهتخطى ال3 عمود بلفة اللي جايين، وهتخطى ال6 سلسلة اللي بعدهم مش هشتغل فوقهم، وهشتغل في الفراغ المكون من 5 سلسلة اللي عملته السطر اللي فات. الفراغ ده هشتغل فيه غرزة منزلقة، وبعد كده هشتغل 5 سلسلة وهعمل زي ما عملت السطر اللي فات. فكل سطر هيقلهم، السطر اللي فات كانوا 8 مجموعات، السطر ده هيبقوا 7 مجموعات، كل سطر هيقلهم في العدد. هشتغل 5 سلسلة وبعد كده اشتغل غرزة منزلقة في الفراغ، 5 سلسلة وغرزة منزلقة في الفراغ بنفس الطريقة دي لغاية ما اخلص الفراغات اللي هي من 5 سلسلة دي. بعد كده هشتغل 6 سلسلة وهكمل بنفس الطريقة للنص التاني بتاع الكفر لحد الاخر. كده انا خلصت السطر بالشكل ده النصين الامامي والخلفي، وده الكيرف بتاع الكفر بتاع البيضة.
بالطريقة دي، هكمل بنفس الطريقة زي ما قلت، كل سطر هيقل في العدد Now I لغاية ما finished أخلص بالشكل that ده a وتقفل crochet على cover غرزتين with صدفة that بس shape في and آخر I hope to السطر. admire you. دول If you هيبقوا admire me, 15 please could سطر. you subscribe and share and like that هخلصهم video. بنفس And الطريقة، if أنا you حبيت have بس any question أقصر don't hesitate وقت to ask الفيديو me لأن and I will الشرح reply واضح you as ونفس soon الخطوات as possible. متكررة. وده Thanks شكل for الفيديو طبعا لما watching. خلصت، بتمنى تعجبكم وتنال رضاكم ولعوكم، ويا ريت تشرفوني بالاشتراك في القناة واعمل شير ولايك للفيديو عشان نفيد بعض، وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.